وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولد موريتانيا فرحان، علاش؟ قال لهم ابراهيم غالي بانهم غادي يزيدوا في لادوز ديال الحرب. هذه الحرب ديال الجومية اللي ما كتوصل لحتى شي قناه لا عربيه ولا عالميه ما هضرتش عليها، حتى من الامم المتحده ناعسه ما جايبه اخبار على هذه الحرب اللي كيشوفوها غير الجزائريين والبوليزيرو. وهنا غادي نشوفوا مقدمه البرنامج اللي غدا تحرج ولد موريتانيا وغادي تقول له شكون كيدعمكم في هذه الحرب، يعني شكون اللي كيجيب لكم هذا السلاح اللي نتوما كديروا بها الحرب على المغرب. وهنا ولد موريتانيا جاب واحد الدوره طويله وما جاوباش على هذا السؤال، لان راه كلشي واضح وكلشي باين. الدعم المادي والمعنوي والاسلحه كلها ديال الشعب الجزائري اللي كيضل داير طوابير على جميع المواد الغذائيه، ومع العلم حنا ما عرفناش هذه الاسلحه فين كتمشي، لان هذه الحرب اللي كيدويو عليها كنسمعوها غير عندهم وفي الاعلام الجزائري. وانت ولد موريتانيا اش دخلك في الصحراء المغربيه؟ نخليكم مع شنو قال بشرى البشير. نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. هددت جبهة بوليساريو بأنها قررت تصعيد الكفاح المسلح ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة بوليساريو، قال زعيم الجبهة إبراهيم غالي إن الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح حسب ما قال. يذكر أن الأمم المتحدة تصنف الصحراء الغربية بأنها من ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في ظل غياب تسوية نهائية. ودعا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة لإنهاء أزمة الصحراء الغربية. معنا من تندوف أبي بشرايا البشير ممثل جبهة البوليساريو في أروبا. أهلا بك سيد أبي، لماذا هذا القرار اليوم وهذا الإعلان من جبهة البوليساريو؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. على كل حال، الحرب الدائرة راحها الآن في الصحراء الغربية كانت نتيجة لاختيار من طرف المغرب، ونتيجة حتمية لسياسة التعنت التي تبنتها المملكة المغربية منذ 1991 إلى الآن، سياسيا من خلال رفض خطة التسوية الأممية الإفريقية القاضية بتنظيم الاستفتاء، وبالمناسبة هو الاتفاق الوحيد الموقع ما بين طرفي النزاع إلى حد الساعة، ولكن ميدانيا من خلال اتخاذ المغرب القوات المسلحة المغربية قرار اجتياح المنطقة العازلة في القرقرات 13 نوفمبر من السنة الماضية، وبالتالي خرق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ سنة 1991، احتلال أراضي جديدة، تمديد الجدار العسكري الفاصل. الحرب كانت اختيار المغرب. للأسف الشديد مجلس الأمن الدولي لم يكبح جماح الاحتلال المغربي ولم يتحمل مسؤوليته، ونحن فرضت علينا فرضا. وما قاله وما أكده الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية أمس خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية للجبهة بأنه الشعب الصحراوي سوف يخوض هذه الحرب بكل حزم بكل تصميم، ولكن أيضا بكل إرادة من أجل افتكاك حقوقه المشروعة في تقرير المصير، في الحرية وفي الاستقلال، ومهما كلف الأمر من تضحيات. على كل، جبهة البوليساريو كانت تخوض الحرب وكانت نيتها في أن تخوض الحرب في إطارها المعروف، مواجهة ما بين الجيش الصحراوي والقوات المسلحة الملكية المغربية، ولكن للأسف الشديد المملكة المغربية والمغرب قرر خلال الأيام الأخيرة استهداف المدنيين الصحراويين، التعامل مع المدنيين الصحراويين والجزائريين والموريتانيين كأهداف لهذا العدوان العسكري في الصحراء الغربية، وهو ما ينذر بتصعيد غير مسبوق قد تكون له نتائج لكن وخيمة. يعني الجبهة على ما تعتمد في هذا القرار؟ يعني من سينصرها في هذا القرار إن كانت هي يعني غير مصنفة بأنها تتمتع بحكم ذاتي من قبل الأمم المتحدة؟ هل تعتمدون على الجزائر وعلى الخلاف المغربي الجزائري الأخير؟ من سيدعمكم في هذه الحرب؟ ما هي حجم قوتكم العسكرية؟ لا سيدتي، يعني أنت قدمت النزاع في صيغته القانونية. نحن نستمد مشروعيتنا أولا من حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير،
وضع الإقليم إقليم الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع إلى حد الساعة بالاستقلال الذاتي بسبب عرقلة المغرب لاستفتاء تقرير المصير، مصدر القوة في الماضي ومصدر القوة في الحاضر وفي المستقبل كباقي حركات التحرر على مر التاريخ هو الشعب الصحراوي، وهو إرادة الشعب الصحراوي في رفع هذا التحدي وربح معركة الوجود مع الاحتلال المغربي. حركة الجبهة البوليساريو كحركة تحرير وطنية تقود كفاح الشعب الصحراوي كباقي حركات التحرر لديها تحالفاتها لديها أنصارها تحظى بدعم. من أنصاركم؟ عبر العالم. من هم أنصاركم؟ من من الممكن أن يدعمكم عسكريا؟ جبهة البوليساريو أعلنت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بعد جلاء آخر جندي إسباني من الصحراء الغربية، وهذه الجمهورية تجلس الآن كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي إلى جانب المملكة المغربية، والاتحاد الإفريقي موقفه كمجموع واضح في دعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال. فيما يتعلق بالدول التي تدعم بشكل فردي موجودة عبر جميع أنحاء العالم، والجزائر موقف الجزائر من النزاع الصحراوي المغربي يندرج ضمن المواقف التقليدية المعروفة للجزائر التي عرفت في تيمور الشرقية، عرفت في أقصى أمريكا اللاتينية، عرفت في جنوب إفريقيا أثناء الصراع ضد النظام العنصري وباقي حركات التحرر، وهذا امتداد وتجسيد طبيعي لموقف. طيب، وصلت الفكرة، لكن المغرب يرى بأنكم أنتم بهذا القرار تتمردون على قرارات الشرعية الدولية وبالذات القرار 2602 والذي ينص على احترام جميع الأطراف لوقف إطلاق النار. حضرتك تحدثت عن الإطار القانوني الذي وضعنا فيه الموضوع، هذا أيضا قرار من مجلس الأمن الدولي. من تمرد على الشرعية الدولية منذ البداية إلى الآن هو المغرب، لأنه رفض الاتفاق الوحيد الموقع والذي يشكل الهدف والسياق لكل جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. ولكن حتى من الناحية الميدانية، من خرق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر سنة 2020 كانت المملكة المغربية من خلال الزج بقوات عسكرية مغربية إلى المنطقة العازلة احتلال أراضي جديدة لم تكن تحت سيطرة القوات المغربية قبل وقف إطلاق النار وتمديد الجدار العسكري. شكرا. الفاصل في الصحراء الغربية، وبالتالي فإنه المغرب هو من خرق وقف إطلاق النار، هو من خلق واقع الحرب، وبالتأكيد هو من يتحمل كل النتائج المترتبة عن ذلك سواء على مستوى الإقليم ولكن أيضا على مستوى المنطقة. أشكرك جزيلا من تندوف أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا. الله يهديك أود موريطانيا، نتمناوك تجي تزورنا في المنطقة العازلة، غير نسلموا عليك واحد درون تما راك تساينك، نتمناوك نشوفوك في المنطقة العازلة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليو لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفه في فيديو جديد وديما مغرب.